ناحيه سلفي يطالب بتشريع باعدام كل من يسب الدين. الاستاذ تامر عزت الداعيه. استاذ تامر اهلا بيك. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. قول لي هنا تطالب باعدام كل من يسب الدين و تطالب بتشريع من اجل ذلك. لا هو التصريح ما كانش كده يا فندم، هو التصريح كان قانون يجرم سب الدين. التصريح ايه؟ قانون يجرم سب الدين. يجرم يعني ما حددتش نعدمه ولا ما نعدموش يعني؟ لا هو صحفي لما سالني طب الحكم الشرعي ايه؟ فقلت له والله الحكم طب ما انا الشرعي اعتقد انه اكيد في قانون يجرم يعني. لا هو القانون ازدراء الاديان لكن مش واضح. وما انت عايز ايه؟ لا احنا عايزين ننص على سب الدين لان دي ظاهره منتشره جدا. يعني ينص عليه بوضوح يعني. تمام. طيب شيخ صبر عباده وكيل وزاره الاوقاف، شيخ صبر هل توافق على تجريم؟ هو هنا بيقول لك انا عاوز قانون لتجريم من يسب الدين بوضوح يعني بدون الدخول تحت مظلات تانية. اتفضل. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله. اولا يا استاذ وائل عاوزين نقول للاخوه الافاضل الدعاه والمتشددين ان ماده العصا والجزره الاسلام يرفضها كليه. عاش الاسلام 23 سنه في مهد الدعوه الاسلاميه وهو يربي الاخلاق ويرفع قيمه الثقافات في التربيه والمثل العليا والسماحه واليسر، واخر ما نزل من الاسلام هي الحدود اي العقوبات. خلينا نقول ان تجريم سب الدين او وضع عقوبه بدنيه لسب الدين هذا الامر لم ينص عليه نهائيا في اي ايه قرانيه او حديث سبوي، لكن الفقهاء تعرضوا في ذلك الامام ابن عابدين في حاشيته مذهب الحنفي قال بان سب الدين اذا علم ان هذا الامر يخرجه من المله والا يكون فاسق. في فرق بين سب الدين كاخلاق وعلى اثر مشاجره واختلاف في الراي، وفي فرق بين سب الدين كمله الاسلام، وهذا ما قاله الامام عليش من علماء المالكيه. ثم ختم ذلك الشيخ عبد المجيد سليم سنه 1941 واعتبر ان سب الدين ايقانا وعقيده لسب دين الاسلام واهانته هو خروج من المله، ولكن اذا كانت لفظا عفويا وليس المقصود بها كلمه دين الاسلام ولكن ردا على فعل مشين او خلق وضيع فهذا يعتبر فاسق ولا يجرم، ولكن يربى تربيه اخلاقيه. وخلينا نقول للناس ان نظهر جمال الاسلام في سماحته وفي يسره وفي اخلاقه. يعني انت مع تربيته ومش مع العقوبه البدنيه المتمثله في السجن يعني؟ ده انا بقول كده يا استاذ وائل لان النهارده انا شايف مجموعه حزمه من القوانين حتى استيت استياء كامله من قانون تجريم عقوق الوالدين اللي هيحصل مشكله في الاسر. خلينا نقول النهارده ان تغيير الثقافات ليس بالعصا والجزره، ولكن نقول للناس نربيهم ونعلمهم قيمه الاب والام، قيمه الدين، قيمه الاديان الاخرى، ان مانيش اسب الدين الاخر. طيب. احترام الكبير. كل هذا من جمله اخلاق. شيخ تامر عندك تعليق والشيخ صبري عباده بيقول التربيه هي الحل وليس السجن. طيب سؤالي يا استاذ وائل فضيله الشيخ، اذا لم يتربى واصر على سب الدين هل هناك مانع ان يكون في قانون يعني يحكم عليه بسجن او بغرامه ماليه بحيث ان هو ما يرجعش تاني لسب الدين؟ اتفضل يا شيخ صبري. اولا الاسلام اعطى لولي الامر حد فوق الحدود التي نص عليها القران الكريم والسنه المطهره، وهو حد التعزير لضبط عمليه الثقافات والاخلاق وما ما ما لم ينص عليه صراحه في القران وفي السنه. لكن انا مش عاوز عقوبه بدنيه، انا مش عاوز حاجه اسمها حبس وسجن واعتقال، انا عاوز حاجه اسمها تربيه وسلوك يا شيخ تامر. انا عاوز تطلع وتقول للناس وتعلي قدر الدين في قلوب الناس حتى يكون سب الدين انت لو مش ضبطته
بأدلة الإثبات، لكن أنت هناك ضابط أعلى وأسمى هو الخلق الرفيع. سب الدين إذا كان في الأسواق ومع السوق ومع الباعة ومع المتجولين، مسؤولية الدعاء ومسؤولية الناس القائمين على أمر الدعوة في إظهار أن الدين ليس كلمة بسيطة، أن خروجك من الإسلام ليس كلمة هينة. أنت بتحرم عليك زوجتك، أنت بتكون لابد أن تعودها من بمراجعة وعقد زواج. لكن ما خليش الحياة حياة 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 بيروقراطية، حياة ديكتاتورية. طيب عندك تعليق أخير يا شيخ تامر؟ اتفضل. لا، ما حدش قال إن هو كافر بمجرد اللفظ، لأن هو مسألة الكفر دي لازم ليها يعني. بس أنت تطالب بحبسه يعني، بإنه يبقى في تشريع يعني يكون في حكم رادع ليه عشان ما يرجعش تاني للأمر ده فقط. طيب أنا بشكركم.